مش همسك العصايه من النص تاني، مش همشي لا جنب الحيطه ولا جوه الحيطه، عشان مش هيبقى في حيطه من هنا ورايح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لله وانا اليه راجعون. البقيه في حياتكم جميعا وكتاب الله. انا ربنا اكرمني ووصلت باعجوبه، وكويس اني ما جبتش العيال كانوا اتخطفوا مني ولا حاجه. ربنا يقوينا على المصيبه اللي احنا فيها. الله يرحمك يا احمد. بس بيقولوا كان في مندسين جوه المتظاهرين بيقتلوا فيهم، ربنا ينتقم منهم جميعا يا رب. انت جاي توسخ المكان ده يا شافع؟ يا محمود عشان خاطري يا مصيبه، كفايه يا محمود عشان خاطري، كفايه بلاش فضايع. ايه يا تحيه لسه باقي عليه؟ عشان عيالك. ها طب ايه رايك ان انا اللي هسافر بورسعيد وهجيب لك عيالك منه غصب عنه؟ كفايه ترجع لها فلوسها وعيالها، انت فاهم ولا لا؟ بس خلاص واجبك وصل، اتفضل روح قبل الدنيا ما تليل ويطلع اللي يخطفك، وريحنا من خلقتك. مع السلامه. عاجبك؟ عاجبك تحيه؟ اخو الصايه رد السجون الهرباني بيدي ايده عليا؟ ماشي يا تحيه، خلي اخوك البلطجي ينفعت. بس محمود عشان خاطري، لا ورحمه احمد كفايه، عشان خاطري انزل يا شفق دلوقتي، انا جاي اروح معاك. اصيله تحيه. بس اصيله اختي، انا اعديها المره دي بس عشان خاطر الحزن اللي انتوا فيه، بس الحساب يجمع بقى يا محمود. ابص ايدي، ابص ايدي. حقك عليا يا محمود. معلش يا اخويا، انا عيالي هناك، عيالي لوحدهم ومش عارفة أقول لهم إيه على أمهم. بس أصل هتيجي تاخدني يا محمود أنا وعيالي، مش كده؟ هتيجي يا محمود؟ خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، خدي بالك، خدي بالك من الراجل الواطي ده، ما تضمنيش إيه اللي ممكن يعملوا فيك في عيالك. ربنا يصبرك يا حبيبتي على بلاياك. ادعي لي يا أمي، ادعي لي. قلبي دايلك يا حبيبتي. سامحني يابا، انا مستنياك يا محمود، اختك هتستناك عشان تاخدها هي وعيالها وتجيبهم بيتي. تعالي يا حبيبتي، انت اسمك راقيه مش كده؟ بيقولوا لي ان احمد ابني كان عينه منك وبيحبك، صحيح؟ اسم الله عليك، هم ولادي كده ما يقعوش الا واقفين زي ابوه. بس هو عمره ما حكى لي عنك، اصل احنا دقه قديمه، ولادنا بيخافوا يحكوا لنا الحاجات دي. انما يا ريته حكى لي، لو اعرف ان هو هيروح مني، لو اعرف انهم هياخدوا مني كنت سبته يحكي لي عنك. يا ريته كان حكى لي عنك يا حبيبتي، انا كنت مستعد اجوزهولك. يمكن لو كان خاف على نفسه وفضل جنبك كان ربنا يا ريته ما كان نزل المظاهرات ولا الزفت. يا ربي ما كلهم بيروحوا. يا استغفر الله، استغفر الله. تمام في الحفظ والصون، بس عايزين شويه بطاطين وترموا الشاي وشويه اكل، بس يكونوا كتار، والاكل بقى يبقى سخن ولع عشان على بال ما هوصل بيه هيكون برد اكيد. هو فين محمود دلوقتي يا سالم؟ محمود؟ لا ما انا مش هعرف اقول لحضرتك بصراحه. مش هتعرف تقولي ليه؟ هبلغ عنه مثلا؟ لا حضرتك مش هتبلغي، بس ابوكي ممكن يبلغ. تقصد ايه؟ ما اقصدش ولا حاجه، يا ريت بقى تدوني الحاجه دي بسرعه عشان الواد انا سايبه في ورشه المراكب. يخرب بيت نبهتك. ما تدوني الحاجه بسرعه وخلوني انا امشي من هنا، وبعدين انا اصلا مش هلاقي مكان امن من ده اخبيه فيه، والواد لو حصل له حاجه انا هتهمكم فيه. يا اخويا اتنيل على عينك، امسك لسانك، انت اللي عمال يخر عمال على بطال. وقبل ما تتهم حد يلا روح، روح ساعد اللي هناك، يلا على ما نجهز لك كل حاجة.
ايه؟ قالوا لي عايزينك في موضوع مهم. معلش احنا رخمين شوية، بس أنا يعني قلت أسيب الحاجة تستفرد بالراجل ويكلمه كده ونيجي يعني نطمن عليك. يا أمي عرفت حاجة؟ لا لسه، بس مدام تتكلم مع راجل يبقى أكيد هتعرف. ما تقلقش عليهم يا محمود، دول حابين بعض خالص. يلا يا حودة، يلا يلا لقمة هنا تكفي 100. يلا يا أساتذة. يا راجل. راجل مين؟ أنت لازم تاكل. الله، أمال هتجيب حق أخوك إزاي؟ ولا إيه يا أساتذة؟ طب سالم بقى عنده حق، واحنا كمان على فكره جعانين وهناكل معاك. طب يلا يا جماعه بالهنا والشفا عشان يبقى عيش ومرحله عشان عايزين بقى باشمهندس بعد الاكل واحنا بنشرب الشاي كده نفكر في خريطه الطريق اللي هنمشي عليها الفتره اللي جايه. مالهاش موضوع خريطه الطريق ده، خريطه يا باشا، على بندور على كنز يا باشا. اساسا بسبب المشاكل اللي انتوا فيها دي كلها الباشا الظابط اللي لفق لكم القضيه. على راي المثل تيجي مع العمي طباط، اهو الكلام اللي قاله سالم ده نفس الكلام اللي كنت بفكر فيه دلوقتي. أنا يمكن معرفش أجيب مين اللي قتل أحمد الله يرحمه. الموضوع ده مش هيبان غير لما الثورة تكمل والنظام يسقط. إن شاء الله هيسقط، وهيقع كل اللي كان وراء قتل الثوار يوم موقعة الجمل والأيام اللي قبليها كمان. بس يا رب الموضوع ده ما يطولش بس وناس كتيرة تروح فيها. مش هيطول بإذن الله، أنا متفائل خير. أغلب اللي كانوا مصدقين الكذبة اللي كذبها في الخطاب الأخير بتاعت لم أنتوي الترشح والكلام الفارغ ده، خلاص فهموا بعد موقعة الجمل إن مفيش حل تاني غير سقوط النظام، وإن أي قرار هيصدر بعد كده هو مش اكتر من انه مجرد مناوره رخيصه عشان خاطر يرتب اوراقه وهرب فلوسه بره مصر. انا متفائله اكتر منك. انا شايفه يا جماعه النظام سقط فعلا يوم 28 يناير. فعلا ملايين الناس اللي خرجت من اهم واكبر محافظات مصر اسقطوا شرعيه النظام. وطبعا النظام هيعمل حركاته، هيرفص ويعافر ويورينا 100 وش ووش عشان يحافظ على مصالحه، بس في الاخر خلصت يعني خلصت. عهد الله انا ما فاهم كلمه من اللي انت قلتيه، بس قلبي مرتاح لك. ربنا يسمع منك، بس انا مش مستريح. انت ليه مش قادر تصدق ان دوله المماليك غارت؟ مين قال لك بس ان ده حصل يا شادي؟ لا غارت يا محمود ومش هترجع تاني. انا عايزاك تتفائل شويه، دي مصر كلها بتتغير يا اخي، حاول تتغير انت كمان. شوف يا منى، انا ما اعرفش اذا كانت دوله المماليك دي غارت ولا لا، ولا اذا كان النظام هيسقط ولا لا، ولا اذا كان الشعب اساسا هيعرف يجيب حقه من اللي قتلوا ولاده ولا لا، بس كل اللي اعرفه ان الظابط اللي ظلمنا انا واخويا لازم يقع تحت ايدي. وده بقى عشان تثبت براءتك ولا عشان تنتقم منه؟ عشان انتقم منه طبعا. قال يعني لو حبيت اثبت براءتي في حد هيصدقني. كانوا صدقوني قبل ما يرمونا في السجن. عشان كده لازم انتقم. الواحد يبقى عمل حاجه واحده صح في حياته بدل كل السنين دي من الفشل.